عزيزي المشاهد، أهلا ومرحبا بك. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. آيات من الذكر الحكيم تثبت حقيقة أنه يوجد بداخلنا ما نغذيه ليصبح الشخص الذي نحن عليه. واليوم سنثبت لكم هذه الحقيقة، حقيقة أسطورة التابع التي دحضها الله عز وجل في ذكره الحكيم. فضلا اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك كل الإشعارات. بعد انتشار علم الطاقة والباراسيكولوجيا، أصبح فهم الأمور الماورائية في حياتنا شيء سهل، وأصبح هذا العلم مقياسا لصحة الأمور وطريقة تفسيرها أو تكذيبها بسبب تطيير وجهل أحدهم. فالأمور التي سابقا كانت تعد خرافات هي أمور ثبت أنها واقعية تماما من خلال فهم علم الطاقة والأبعاد وكيفية تجسد الأفكار طاقيا. ما هي التابعة؟ الكثير من الأديان ذكرتها، والكثير من الحضارات صورتها وقالت أنها موجودة، وكانت غالبا تأخذ شكل الإنسان المقابل لها. تقوم هذه التابعة بافتعال مشاكل ومهاجمة هذا الإنسان وتقليل طاقته وإتعاب صحته. فيقول بعض الناس: أين العدل الإلهي في تسليط كائن أثيري علي ليؤذيني ويلغي حياتي؟ ماذا فعلت أنا ليأتيني هذا؟ وهل هو جزء من الفطرة أن يأتيني شخص هو جزء مني يعكر صفو عمري؟ وهل هذا كله أراده الله؟ فمن هي التابعة؟ وما هي ماهيتها ومصدرها؟ التابعة ببساطة هي أنت، ولكن ليس أنت الذي تعرفه، بل السيء منك، طاقتك وأفكارك السلبية التي ملكت وعيا خاصا بها وأصبحت تؤذي وبدأت بك لأنك الشخص الأقرب لها والذي انطلقت منه. كما نعلم أن الإنسان يتألف من جسد وفكر وروح، تقاطعات هذه المكونات الثلاثة تكون الإنسان. والإنسان عند تواجده وبسبب أفكاره ونواياه ينبعث منه مكونات جديدة أيضا، قد تكون سلبية أو إيجابية. فواقعيا يقول لنا علم الطاقة أن النية والفكر فعل بحد ذاته، ولكن في طبقات شفافة أثيرية سرعان ما تتجلى وتصبح واقعا. وكلما زاد وعي الإنسان وكبر يصل لمقام الروح، وتصبح الحجب بينه وبين الروح بسيطة بالكاد موجودة، فيدرك ذاته الحقيقية. وكلما تدنى وعيه وأصبح نابعا من الغرور والخطأ، تنبعث منه طاقة سلبية معينة تكون متواجدة في المحيط الطاقي الكوني، تستمر بسبب أسلوبه الخاطئ في الحياة، وتستمر هذه الطاقة بالانبعاث إلى أن تتكاثف ويصبح لها وعيها الخاص المحكوم من الأنا الدنيا حسب تعبير فرويد. حسناً، هذه الطاقة السلبية المتكاثفة ذاتية المصدر المحكومة من وعينا الأدنى أو النفس الدنيا هي التابعة. أعمالنا وطاقتنا السيئة التي تتبعنا وتطاردنا، أي نستطيع القول أن التابعة هي شيء نابع منا ومن أخطائنا. الخير من الله والشر من أنفسكم. هل لكل إنسان تابعة؟ لكل إنسان طاقة سلبية، ولكن تختلف درجة شدتها، وهذه الطاقة كما قلنا تذهب لبعد معين في الحقل الطاقي حيث تتكاثف وتأخذ وعيه فيما بعد من الأنا الدنيا على مبدأ الجنين الذي يتشكل ثم تنفخ فيه الروح. ولكن يجب القول أنه بسبب طيب ومحبة بعض الأشخاص وضعف طاقتهم السلبية لا يتم تشكيل هذا الحقل الواعي السلبي التابعة. ولذلك نرى أن من يعاني من التابعة يكون إما شرير جدا وتهاجمه بسبب أفعاله، أو حساس جدا ومستقيم جدا حيث تهاجمه آثامه وطاقته مهما كانت بسيطة. ولو كانت مجرد طاقة سلبية عادية لم تصل لمرحلة التابعة، إلا أنه وبسبب حساسيته تشكل له إزعاجا حقيقيا يتجلى في الأحلام والحياة الحقيقية عبر أمراض وخوف وغيره. لذا نستطيع القول أن بذرة التابعة أو الشيطان الخاص كما يقولون في أسبانيا موجودة في كل إنسان، ولكن التابعة محصورة بأناس فاقت سلبيتهم الكثيرين. وعلينا التمييز بين التابعة والمخلوقات من أبعاد أخرى كالجن وغيره،
فهذه مخلوقات مستقلة منذ زمن طويل، وأنا هنا أتكلم عن التابعة التي أتت منا ومرافقة لنا نحن. كيف نتخلص منها؟ هنالك طرق كثيرة حسب الأديان وعلوم الطاقة، وتعد ناجحة لا بأس بها، ولكن كما قلنا هي موجودة معنا بسبب سلبيتنا الكبيرة، فيجب بالتالي رفع الإيجابية وفعل الخير لكي نرفع ذبذباتنا الطاقية بالتأمل أو الصلاة أو غيرها. المهم أي طريقة إلهية للتواصل مع الله سبحانه لكي يتم التأثير عليها، عندها تنفصل عنا وتذهب لبعد خاص بها، البعد السفلي كما يقال، أو بعد النفس المنحدرة. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمادة الأعداء. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. يا من ليس له رب يدعى، ويا من ليس فوقه خالق يخشى، ويا من ليس له وزير يؤتى ولا حاجب يرشى، يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا تكرما، وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد كلمتهم. اللهم وحد راية الإسلام ورد كيد الكافرين. اللهم كن عونا لكل من قال لا إله إلا الله. اللهم آمين. عزيزي المشاهد، اترك اعجابك بالفيديو وساعد في مشاركته مع اصدقائك، واخبرنا برأيك في التعليقات، ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو. شكرا على حسن المتابعة، والى اللقاء. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وقم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك اخر اصداراتنا.